بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. شعب مصر العظيم، إن حرب أكتوبر المجيدة كان لها رجال سخرهم الله سبحانه وتعالى لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية. ومن هنا فإنني أوجه التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات. بطل الحرب والسلام الذي اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم رغم شبح الهزيمة الذي كان يطارد الجميع، وتحية له أيضاً باتخاذه بشجاعة الأبطال قرار السلام الذي طوى صفحات الماضي وفتح آفاق المستقبل لسائر المنطقة. ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملأها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية، تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابناً من أبنائها. وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي، وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم. وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً لأمن هذا الوطن واستقراره. وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن حراً كريماً مستقلاً. شعب مصر العظيم، إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر، ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، ثم العمل الدؤوب، بعزيمة وإرادة صلبة، بعزيمة وإرادة صلبة، من أجل تحويل الرؤية والأمل إلى واقع جديد يسود ويطغى على عثرات الماضي. ولعلكم تتفقون معي
إن تلك هي ذات المعاني والقيم التي نعيشها اليوم في معركة البناء والتنمية التي نخوضها منذ سنوات بهدف تغيير واقعنا بشكل حقيقي ومستدام والعبور إلى الجمهورية الجديدة بإذن الله، الجمهورية التي نتطلع إليها والتي تلبي طموحات طال انتظارها جيلاً بعد جيل في مستقبل أفضل لهذا الوطن يكون بقدر عراقة وحضارته وعظمة تاريخه. إن الجمهورية الجديدة التي أراها عين اليقين سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها. إنها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة وإلى الانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات. وبحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة، فكما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء انجسام، فإن الأجيال الحالية كانت على موعد أيضاً مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد، لتعاصر أحداثاً وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم بأسره. وتعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب نموذجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه، ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي. وفي ظل هذه الأحداث وتلك الظروف ما زالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد الوطن المواطن الثقة واغتيال معنوياته. ولكنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والسمين والهدم والبناء، وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبث والخبث والكراهية وكراهية هذا الوطن وشعبه. مش هقول في الختام الحقيقة، لأني أثناء الفعاليات اللي شهدتها الندوة إحنا سمعنا كلام كتير، وفي كلام كتير أنا أيضا كررته يمكن مرة أو مرتين في ندوات مماثلة هنا. فالتكرار اللي بكرره الهدف منه تأكيد معاني وتأكيد موضوعات، مش تكرار يعني للتكرار إحنا نسينا أو ما خدناش بالنا إحنا قلناه قبل كده. في بداية الندوة اتكلموا عن 67، وأنا قلت مرة قبل كده أنا ما كنتش كبير قوي وما كنت صغير، لكن أتصور إن أنا متذكر كل كلمة وكل حدث في الفترة دي. أقول لكم كل مقالة اتكتبت في الوقت ده؟ كل بيان القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرته في الوقت ده، من أول ما يعني من أول 5 يونيو لغاية المدمرة إيلات وتدميرها، لغاية ضرب الزيتية، لغاية اشتباكات يومية على مدار شهور وسنين
بالدم، بالدم وبمستقبل وبمقدرات بلد كان لابد إنها تصمد وتعود مرة تانية تقف على رجليها. عايز أقول لكم إيه، إحنا دلوقتي الكلام ده بيتقال فقرة من فقرات، سواء كان يعني في خطاب زي اللي إحنا بنتكلم فيه أو حتى من اللي بيسردوا الوقائع اللي حدثت في الوقت ده، لكن في فرق كبير قوي بين انك انت تسمع فقره وانك تعيش واقع. الاجيال اللي كانت موجوده في الفتره دي يعني ربنا يديهم الصحه، خلاص احنا بنتكلم على اكتر من 50 سنة، فاللي عصره اللي انا بقول عليه ده والدوله دي كانت عايشه ازاي وكان بتتألم ازاي وبتقاس ازاي، كتير منهم مش موجودين دلوقتي. طب انت بتقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بنقول الكلام ده دلوقتي عشان ده مهم قوي، ان احنا في الظروف اللي احنا فيها ديت نبقى عارفين ان دايما التحديات والعدائيات موجودة ومش هتنتهي في حياة اي امة. دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون. هي كورونا كانت ايه؟ ده للعالم كله، ده اختبار من اختبارات ربنا للوجود اللي احنا موجودين فيه، وحكمة ما بنعرفهاش يمكن من اللي بيتعمل كتير. يعني على كل حال اللي انا قصدت بيه في النقطه ديت بقوله النهارده لينا كلنا واللي موجودين معانا هنا واللي بيسمعوني، البلد دي عاشت 15 سنه من 67 ل 82. كم؟ 15 سنه. في ناس كتير بتتصور الموضوع خلص باكتوبر، لا لا. وانا بقول الكلام ده عشان المفكرين والمثقفين والناس دي تتوقف قدام كل كلمة انا بقولها. بقول الموضوع بدأ 67 وما خلصش 73، ده حصل فصل القوات لغاية 77 ولغاية اول الثمانينات 81 و82. كانت الدولة دي في الوقت دوت ال 15 سنة توقفت كل مظاهر الحياة فيها، لكن ما توقفتش نموها كبشر ولا مطالبهم كبشر كشعب عايز يعيش وعايز يتعلم وعايز يتعالج وعايز يشتغل وعايز يسكن وعايز يعيش. 15 سنة، 15 سنة. أنا بقول الكلام ده لكم ليه؟ لأن كتير من الناس بتعيش بتتكلم مننا يعني على إن إيه مراحل زمنية كده، إيه يأرخ ويتكلم على مرحلة سنتين ثلاثة واقع بيعيش ولا حاجة أو تجربة بيشوفها فيتكلم فيها ويعني يتحدث عنها. لا لا، شوفوا حياة الأمم، حياة الأمم ما بتتربطش في يوم وليلة ولا بسنة واثنين وثلاثة وعشرة. حياة الأمة ده تاريخ، ومهم أوي إحنا بنتكلم عليه يبقى فاهمين ده كمواطنين وحتى كمسؤولين في الدولة. اللي هتعمله النهاردة هيستمر أثاره الطيبة وغير الطيبة للسنين القادمة. وأنا عايز أقول لكم، أنا دايما أقول لكم إن أنا ما بعديش حد، فالناس تستغرب يعني من سنن الوجود اللي موجودة دي إنك ما تعديش أو ما يبقاش في عداوات. الكون مش مبني على كده، مبني على التدافع. فيعني ازاي يعني؟ لا يعني انا لما اقصد العداوه اللي هي تبقى فكره الاستعداء، فكره الاستعداء انا بحاول ان هي اخليها تبقى فكره بعيده يعني. ودايما حاطط قدام مني ثلاث نقاط هم فعلا بعتبرهم ولازم نعتبرهم في تقديري العدو الحقيقي: الفقر والجهل والتخلف. الفقر يعني العوز، يعني القلة، يعني الضعف، يعني العجز. وفي ناس كتير قوي في بلدنا تعرف يعني ايه فقر وتعرف بيعمل ايه في الناس، والأديان كلها اتكلمت عليه. وسيدنا عمر قال لو كان الفقر رجلا لقتلته يعني. طيب والجهل، الجهل خطير جدا جدا،
لأنه ممكن يخليك تقدم على إجراءات أنت لا تدرك مخاطر إقدامك عليها، تأذيك وتأذي كل من حولك. وعايز أقول لكم على حاجة، في 2011 و2013 إحنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، وقلت يا ترى الأثار بتاعت الكلام ده أثار ليها تأثير علينا ولا ملهاش. الجيش قعد 8 سنين من يعني من 2012 يمكن، لكن الجيش دخل سيناء 2011 في فبراير ومارس 2011 في أعقاب اللي حصل، وتواجد في المنطقة ديت هو والشرطة في اقتتال مع قوى الشر والتطرف والفكر المتخلف من ساعتها لغاية النهاردة. الجيش ده مش جيش، ده جيش مصر، يعني مبني من أسر زي ما انت شفتوا كده، حتى اللي احنا الأسر اللي سلمنا عليهم دلوقتي دي كانت زوجات القادة اللي انتوا شفتوهم اللي كانوا موجودين على المسرح. إذا مصر دفعت الثمن، دفعت ثمن كبير قوي، بس عايز أقول لكم وانتبهوا كلكم للكلام اللي أنا بقوله، وإحنا بنحارب دي أنا ما وقفتش الدولة 15 سنة من 67 ل 82، ما وقفتهاش، خليت الدولة تشتغل بأقصى طاقة ممكنة. تفتكروا كان ممكن نخلي البلد دي تستنى الثمان تسع سنين دول نقف كده؟ اللي زاد فيها عدد السكان تقريبا 25 مليون، ليهم حاجات وليهم مطالب في كل قطاع. اتصور ان كان هيبقى مبرر طبيعي ان انا اقول ان احنا وقتها يعني ان احنا ان شاء الله في حرب، وكل جهود الدولة وقدرتها يعني هتتعمل، هتجند لصالح هذه الحرب. ما انتوا شايفين، كنت أتمنى من الشؤون المعنوية تجيب أحد المواقف اللي كان فيها استشهاد لكتير من ولادنا ضباط وجنود، وساعتها كنا بنتكلم ونقول خلي بالكم يا مصريين دي محاولة لكسركم. كلامي كنت بقول كده ساعتها، واللي احنا فيه ده هينتهي وهيخلص. أنا اللي يهمني هنا اللي بقول الكلام ده دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده ليه؟ احنا دفعنا ثمن كبير قوي وبندفع ثمن كبير قوي، مش أنا اللي دفعته ولا الحكومة، كلنا في الدولة ديت. وما افتكرش ان احنا هيبقى مناسب ابدا ان حد فينا يقول ايه وطب انا ذنبي ايه، لا لا، دي بلدنا، دي بلدنا ولازم نخلي بالنا منها. انا قلت كلمه مهمه قوي، اول مؤتمر عمله الرئيس مبارك الله يرحمه اقتصادي 82، يعني ايه بعد بقى ما اطمن، وكان فاضلش غير مشكله طابه فقط، كان فاضلش غير طابه فقط اذا كنت انا متذكر يعني، انما كان رفع العلم في ابريل وكده كده خلاص الارض كلها رجعت، وبقى نخش نشوف مشاكل مصر بعد كام سنه، من 67 ل 82، يعني كام سنه؟ تقريبا 15 سنه، اللي انتوا حسبوا 67 من اوله، الازمه بدات فعالياتها من اول 67، مش يونيو 67، يعني كام سنه؟ 15 سنه توقفت الدوله ديت ما عملتش حاجه. كان ممكن قوي ان احنا نعمل ده، ولغايه دلوقتي وانا بكلمكم كده نقول لسه الحرب على الارهاب ما انتهتش، احنا مش هنعمل حاجه. ونحشد والاعلام يتكلم في القضيه ديت ونجيب الاحداث بتاعت كل يوم، واحنا كنا كل طول ما انا ماشي في الوقت اللي انا كنت فيه ده كنت بسمع اول ما اسمع الموسيقى بتاعت بيان القياده العامه للقوات المسلحه كنت اقف عشان اسمع البيان اللي هيقولوه. وكانت الدوله كلها عايشه كده، وكل قرش بقى اقتصاد حرب لصالح الكرامة والكبرياء ولصالح النصر اللي احنا كنا دلوقتي بنحتفل بيه وسعداء بيه. طب ما انا برضو كان ممكن قوي ان احنا نعمل كده، وكان مبرر.
بس احنا قلنا ان اللي بيعمل الارهاب ده وبيعمل الاقتتال ده هدفه ان البلد دي تعجز اكتر وتفقر اكتر وتتخلف اكتر، واحنا مش هنمكنه من ده، وهنبني على قد ما ربنا يقدرنا. بقول الكلام ده دلوقتي لكم هنا في يوم جميل زي ده بنجاح، سواء كان في اكتوبر او حتى ما انتم متابعين كويس وشايفين ان الصوت ما فيش صوت كتير بيتقال ولا بيانات، الحمد لله رب العالمين، والمعركه يعني بنحقق فيها نجاحات طيبه جدا جدا. مش عايز اتكلم في النقطه دي لاسباب اخرى يعني، لكن بخير كبير قوي الحمد لله. لكن اللي انا عايز اقوله، يا ترى يا مصريين كلكم مستعدين زي ما كنتوا قبل كده من 67 ل 82 تحملتوا الكلفه والتضحيات اللي قدمتها الدوله عشان تتجاوز ازمتها في الوقت ده، ولا هنيجي دلوقتي بشويه شائعات وشويه اكاذيب بتتقال وبتتقال كل يوم والناس بتبقى فاهمها وعارفاها؟ طب هل ممكن يكون انا المواضيع ديت بتخوفني او بتقلقني؟ هتصدقوني؟ لا والله. طب ليه لا والله؟ لان انا دايما اقول ان الله بالغ امره، مفيش حاجه هتتعمل الا بارادته، ارادته هو بس. اذا كنا احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى وراضيين بقدره، فاحنا بنسعى لبناء وتنميه وتعمير وتغيير حياه الناس للافضل بامانه وشرف، بامانه وشرف، بعيد عن العيب يعني السياسه والحاجات اللي بتتعمل في التعامل مع يعني حاجات زي. لا لا لا. طب حد يقول لي طب ما كده بتتكلم لغه غير لغه اللغه المطلوبه؟ لا، ازاي بقى؟ لغه في تقديري او في فهمي انا اللي هي الحق، الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيدعمه، الامانه اللي ربنا سبحانه وتعالى حملها لنا، الاخلاص اللي بيبقى سر بين الانسان وبين ربه فقط، لا يطلع عليه ملك ولا يعبث به شيطان، علاقة بين ربنا والإنسان فقط يعني. فلا، طب الظروف الصعبة دي هنتجاوزها بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله. وبكرة تشوفوا. وفي الختام، في يوم احتفالنا بمعجزة العبور، أقول لكم إن عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخا جديدا من المجد، تعالون به إلى المكانة الرفيعة التي تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة وبناء المستقبل والواقع الجديد الذي نطمح جميعا إليه ونعمل من أجله، مخلصين النية لله والوطن والشعب. شكرا جزيلا، وكل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان وسلام، أمان وسلام الله، أمان وسلام الله، وتقدم وبشعبها العظيم وجيشها الباسل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.